هي موضوع الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي. وإحنا أيضا في هذا الأمر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس أنا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن. أما البرنامج الحالي اللي إحنا شغالين فيه وده مهم، ودي رسالة بقولها لينا ولمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، إن إحنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ليها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات أو القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر. طب ما احنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه إن ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي أنا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول إن احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-18 شهور الماضيين، وإن الأمر ده محتمل إنه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى إذن البرنامج اللي احنا متفقين بيه مع الصندوق، وده أمر مهم أنا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق. شكرا جزيلا.